السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة ريفيو جديد ومبيل جديد ومنتج جديد. النهاردة هنتكلم عن شركة أريستون. شركة أريستون طبعا من الشركات العالمية، براند عالمي جدا مشهور طبعا في كل حاجة، إذا كان في الإزارات، غسالات أوتوماتيك، غسالات أطباق. شركة طبعا من الطراز الرفيع، خاماتها عالية جدا، جودتها ممتازة، من الأجهزة المعمرة جدا طبعا المحترمة. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن الفريزر، هنعمل ريفيو عن الفريزر الأريستون 7 درج. يعتبر فريزر أريستون 7 درج من الديب فريزر العالي الجودة، يعتبر اعلى موديل واعلى شركة في الفريزرات حاليا نظرا لمميزاتها العالية جدا. الموديل زي موضح لحضراتكم UA8F1CX، الساعة 260 متر، الماركة هو أريستون زي موضح لحضراتكم 9 بلا مكعب. هنتكلم عن جوانب الفريزر، مميزاته وعيوبه. هنبتدي ان شاء الله بمميزاته. اول ميزة زي موضح لحضراتكم اهو، يتم التخلص من الثلج وفروست. ده يعني ان الفليزر حضراتكم يعمل بالنظام النفروست الذي يمنع تكوين الثلج ويحفظ طعام طازج لفترة اطول ويزيد من كفاءة الديب فليزر. صراحة خاصية مهمة جدا وكله بيحتاجها حاليا، انه يبقى الديب فليزر بتاعه نفروست. الميزة الثانية حضراتكم انه هو اقل استهلاك للكهرباء، اعلى كفاءة واقل استهلاك للكهرباء، وده فعلي لان اغلبية الشركات بتعمل حرف دي، بس تلاقي المتوسط استهلاك الشهري المتوسط 25 ده 25 كيلو، الشركات الثانية تلاقيها 53 و43، يعني ده نص استهلاك اي فليزر ثاني من شركة ثانية. فليزر عالي الجودة موفر للكهرباء بطريقة ممتازة جدا، وده طبعا برضو بشهادة بعض العملاء المستخدمين هذا الموديل المحترم. الموديل الثالث جسم الفليزر من الستلس، من مادة الستلس ستيل، ودي مادة غير قابلة للصدأ، مادة ممتازة جدا طبعا، برضو ما بتصديش، مادة محترمة صراحة. فليزر ممتاز، مقبض الفليزر مقبض قوي جدا برضو، مميزات مهمة. الفليزر زي ما وضح لحضراتكم بيفتح ناحية اليسار، ودي الناس كان فكراها عيب، لكن اللي ما يعرفوش حضراتكم او ما عندوش الفكرة دي، ان هو الفليزر ممكن المفصلة دي تتحول تبقى ناحية اليمين، يعني الفليزر عادي ممكن يفتح ناحية اليمين، فدي ميزة مش عيب، يعني دي برضو ميزة مهمة جدا، ان ممكن تغير فتحة الباب على حسب المكان اللي هتحطه فيه او الوضع المناسب لحضرتك. برضو هتلاقي فيه شاشة ديجيتال زي ما وضح لحضراتكم داخليا، فتحات النفروست في الفليزر في كل ناحية، فتحات التهوية هتلاقيها فوق في كل درج، ودي هنرجع لها لأنها برضو من الميزات المهمة جدا. الديب فليزر بيبقى 2 رف، رف قوي جدا، هذا الرف الثاني، بعد كده الخمسة هتلاقيهم مدراج درجي برضو مساحته حلوة ممتازة. هتلاقي ادي الضمان بتاع أريستون، ضمان 5 سنين، بصراحة مش كده محترمة في الصيانة والجودة والضمان. برضو ادي الدرج اللي بعده، الدرج الاخير هو بطاقة تعريف، وفي بتاع مكعبات التلج هو حضراتكم، في يمكن برضو في ناس ما تعرفش استخدامه ايه، تلاقيه في الدرج الاخير جرب ده موجود فيه مليان فيه مادة، المادة دي مادة اساسا بتحفظ درجة البرودة بتاعة المكان بتاع الدرج الاخير، يعني لو فصل الفليزر لمدة اطول طبعا ممكن تحط الايس كريم في الدرج الاخير، لان الماده دي اصلا بتحفظ درجه التجميد برضو بصوره اعلى برضو من معدل اي فليزر تاني. ماده محترمه طبعا، وبتحط برضو في بعض
الماركات أو الموديلات العالمية. برضو ميزة مهمة من ميزة الفريزر إنه يقوم الديفريزر بتوزيع الهواء البارد بالتساوي في جميع الأجزاء الداخلية من خلال مجموعة من فتحات التهوية، مما يضمن درجة تجميد متساوية لجميع الأطعمة داخل الفريزر. وطبعا دي زي ما وضحنا الفتحات دي اللي هي في كل درج كل رف، هي دي طبعا السبب الكلام ده وقلنا هنرجع لها. هذه ميزة مهمة جدا. الدرج حضراتكم مصنوع من الزجاج الغير قابل للكسر، الزجاج المقوي يعني قوي جدا، هو صح يعني ممكن يكسر بس طبعا لو تخبط جامد، لكن هو زجاج مقوي ممتاز جدا. تحت الدرج حضراتكم هتلاقوا كله، تحت الدرج هتلاقوا رف برضو. الرف ده برضو ميزته ان هي يسند الدرج حتى لو كان التوب اكتر بكتير، فبرضو ميزة مهمة ان في رف تحت كل درج. وبرضو في ميزة مهمة جدا لانه الدرج شفاف زي ما انتم شايفين حضراتكم، ووضح اللي جواه، ودي برضو عشان تعرف المأكولات اللي جوا الفريزر جوا درج الفريزر من غير ما تفتح درج، تعرف تتلافى الحاجة اللي انت محتاج ليها اذا كانت لحوم او عصاير او ماء. برضو الديب فريزر في خاصية التجميد السريع الذي يعمل على تجميد الماء والمشروبات في وقت برضو قصير، والمحافظة على نكهة الطعام والقيمة الغذائية لها، ودي برضو ميزة مهمة جدا بصراحة. كل مميزات جودته عالية جدا مفيهوش أي مشاكل. برضو هنتكلم عن عيوب عشان يبقى برضو المصداقية. العيوب دي برضو هنعلق عليها زي ما علقنا على المميزات، لأن العيوب دي طبعا من وجهة نظر برضو بعض العملاء والمستخدمين، ووجهة نظر برضو تحترم، بس برضو في برضو بعض التعليقات عليها. العيب الأول حضراتكم هو عدم تنوع الموديلات، يعني الموديل هو موديل واحد بس فقط، هو ديف ليزر 7 درج واللون واحد اللي هو لون اللون السيلفر الستانلس ستيل ده. فدي برضو في ناس بتشتكي من هم برضو ما عندهمش خيارات كتير في اختيار الالوان او الحجم المناسب ليهم. في ناس عايزه تستخدم برضو عايزه 5 درج، في ناس عايزه 6 درج مش لازم 7 درج، حدها برضو عايز موديل معين، لكن هو برضو مش بيوفر غير 7 درج بس. واللون برضو عايزين مثلا لون اسود، اغلبيه طبعا العملاء حاليا مقبلين على اللون الاسود، لكن برضو احنا بنتمنى برضو يبقى في تطور للمنتج وينزلوا احجام مختلفه وبرضو الوان مختلفه ان شاء الله. العيب الثاني طبعا حضراتكم برضو انه سعر الفريزر انه سعره غالي جدا، سعره 9900 تقريبا، وده بالنسبه لناس كتير انه عيب لانه سعره غالي بالنسبه للفريزرات اخرى. بس احنا لو حطينا برضو كتعليقي على العيب ده، احنا لو حطينا مقارنه بين الفريزر ده وفريزر اخر من شركه اخرى هنلاقي مميزاته وامكانياته تديله ان السعر ده سعر ممتاز جدا وقليل جدا عن سعره وامكانياته دي، لان اقل فريزر طبعا في شركات تانية برضو هنلاقيها مثلا في حدود 8000 جنيه، بس امكانيات ضئيله جدا، استهلاك كهرباء عالي، مفيهوش الجوده، المكانه، الخامه العاليه جدا. فكده برضو العيب ده برضو عيب يعني يعتبر من وجهة نظر برضو ناس معينة، مش يعتبر عيب فعلي. النقطة الثالثة أنا مش هقول عليها عيب لأن هي دي برضو من آراء فردية. فالنقطة الثالثة إنه الناس بتقول مثلا الديب فريزر الأرستون ملهوش قطع غيار وملهوش ضمان، وده كلام طبعا كله كذب، إنه ده مش عيب خالص، وبرضو ده كلام غير صحيح، وده ما يدل طبعا على برضو إذا كان أنت بتروح لبياع معين في مكان معين فهو أساساً عايز يبيع لك منتج تاني، فأكيد فبيدي آراء غير صحيحة على المنتج ده، إنه يقول لك لا ملوش صيانة مشاكل كتير، لأن الكلام ده طبعاً غير صحيح،
منتج عالي الجودة، أعطاله يعني قليلة جدا لدرجة أنه لا تذكر أو لا يوجد لي أعطال. فده طبعا ده تضليل طبعا وعدم أمانة من البياع طبعا، أنه يقول لك الكلام ده عشان يبيع منتج تاني، وده برضو حاجة مش كويسة جدا. فطبعا الضمان 5 سنين زي ما قلنا حضراتكم، قطع غير متوفرة، جودة عالية، يعني لو قرناه برضو بأي فليزر تاني يعني هيقول لك فليزر تاني ليه ضمان بتاع الفليزر مثلا أعطاله كل 5-6 شهور، لكن تاخد حاجة مثلا زي أرسل أعطالها يعتبر 0% أو ممكن تعطل بعد 5-6-7 سنين لقدر الله، وليها تصديح برضو في الآخر. فده الأفضل إنك تاخد حاجة خامة عالية جدا وأعطالها يدوب يعتبر قليلة جدا. كده اتكلمنا عن كل حاجة عن الفليزر. احنا برضو ممكن ارتفاع الفليزر طبعا، طول الفليزر 187.5 متر، عرض الفليزر 59.5 سنتي، عمق الفليزر 63 سنتي. كده يعتبر قلنا كل حاجة على الفليزر بكل المميزات بكل العروض بكل الجوانب. اتمنى ان اكون فدت حضراتكم بالمعلومات البسيطة دي، ويريد تدعمونا بسبسكرايب واشتراك في القناة، وشكرا لحضراتكم.